حقيقة من الناحية العسكرية يعني أدرك الجميع تماما هؤلاء الثوار من الثورة السورية الذين لا يملكون تلك الخبرة العسكرية وليس لديهم إلا عمر الربيع من الشباب، ورغم ذلك استطاعوا هزم أكبر هذه العقائد العسكرية. كان نظام عمادات وألوية ومرتب كبيرة مختلفة، كان لدى الإيرانيين جنرالات كل جنرالات، يعني أنت تعلم والجميع يعلم أن هناك أكثر من 160 من القتلى الإيرانيين خلال هذا الشهر، لكن إيران تطمس هذه الحقائق لا تبوح بها إطلاقا أمام جماهيرنا، تعرف أن ممكن ذلك يسبب إحراج لها في إيران، لكن حقيقة لديهم كثير من الخسائر، خاصة الجنرالات أو يعني الضباط ذوي الرتب العالية. أيضا هناك خسائر من عناصر حزب الله الإرهابي، هناك خسائر من عناصر الميليشيات المرتزقة الزينبيون والفاطميون، إن دل على شيء يدل على أن هؤلاء الثوار أصحاب الحق أصحاب الأرض الذين يدافعون عن أهلهم وأولادهم ونسائهم وأهليهم، هؤلاء هم أصحاب الحق وبالتالي هم الأقوى وهم أصحاب إرادة القتال.